السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس. اليوم غندير معكم واحد الفيديو. هاد لي كاري هادو الخدمه ديالهم ساهلين، كيجيو على هاد الشكل. تقدروا ديروا بهم فراش، تلصقوا بحال هكايا، كيجيو زوينين ساهلين. غنخدمهم بالصوفه اللي شاطت عندي بحال هاد الشكل، بواقي ديال الصوف على هاد الشكل. هادو كون حاجه عندي منها شويه، فوالا. غنبدا معكم، بسم الله نبدا بهاد اللون. ساهلين ماشي واعرين. نديرو عقدة ديال البداية، غنديرو واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة ديال السناسل. غنسدوهم هنايا على هاد الشكل. هدا كتكون عندنا دائرة صغيرة. ارتفعوا ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة، هذا كيتسمى عمود. غنخشي وسط الدائرة، غنديرو هكا، نخرجو جوج، خلو الخيط، خرجو التانيين، خلوه بالخيط على هاد الشكل. حصلنا على ثلاثة عمود، واحد، جوج، ثلاثة. غنديرو السلسلة، واحد، جوج، نديرو ثلاثة السناسيل وسط الدائرة ديما. وهاد الخيط ديما نجرو باش نخدمو عليه بحال هكا، واحد، جوج، ثلاثة. نديرو حتى ثاني، واحد، جوج، ثلاثة. ديما نخدمو على هاد الخيط بالشكل. نديرو عمود، لو خيط، جوج، ثلاثة. نبقى ندير واحد، جوج، ثلاثة، لو خيط دائما وسط الدائرة. ثالث عمود، ولا على هذا الشكل. دير واحد، جوج، ثلاثة، صافي. غنسدو، نحسبو واحد، جوج، ثلاثة، غنديرو منزلق، كتجي على هذا الشكل. هذا نشد هذا الخيط، غنقطعو باش ما درونجيناش. نجيو تل هنا، نديرو منزلقة باش نبدلو الخيط. نديرو منزلقة، خلينا نقطعو الخيط باش نبدلوه. عطينا هاد الشكل هدا كاري. ناخدو خيط خر، شوفو اش من لون.
ناخدو هذا هاد الموف نديرو عقدة هنا، نجيو ناخدو هاد الخيط باش نخدمو عليه جوست هادي. نخرجو الخيط، نجبدو هاد الخيط باش نخدمو عليهم. ندير واحد جوج ثلاثة، نخدمو وسط هادي، نشدو هادو بصبعنا باش ما نديرو تاني عمود، ديما نشدو هادو بصبعنا. ثالث عمود، دير واحد جوج وسط البلاصة هادي باش نكونو زاوية. واحد جوج ثلاثة، هاهي تكونت عندنا زاوية. ندير واحد جوج، نجي لهاد البلاصة واحد تاني، ديما نخدم عمود تاني، عمود ثالث عمود، ندير واحد جوج ديال هاد البلاصة، على الشكل هذا. جوج سناسيل، عطينا هاد الكاري ديما. أبقي نرجع معاكم. فوالا البنات، درت الخيط التالت، درت هاد اللون هذا، غندير غلزة جوج ديما نخدم هاد الزاوية، فيها ستة، ثلاثة هنا وثلاثة هنا.
كيعجبش بزاف نفس المكان. هنا نسدو واحد جوج ثلاثة ديرو غرزة ونزلق باش نبدلو الخيط. مخدمتش هنايا جوج سنتر على هذا الشكل، هذا على هذا الشكل انا مربع بدون منزلقه خلينا نجيب المقص نبدلو الخيط فوالا على هاد الشكل هذا. نقطعو هادو دابا غنبدلو الخيط نديرو هاد الخيط هذا
والله البنات احنا وصلنا للنهايه، سدوا من هنا هنا قطع الخيط. دابا نقيو نحاولو نخرجو هاد الخيط هنا باش متسربش. فوالا جي على هاد الشكل، هدا كيجي مفرش. فوالا كيجي على هاد الشكل، تقدر تلصقوهم بحال هكا، تخيطهم من هنايا. فوالا كيجي مفرش زوين. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا.